المعهد العربي للتخطيط تؤسس في عام 1966 وبمبادرة من دولة الكويت بالتنسيق والاتفاق مع برنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة ليكون ذراعاً إنمائية لدولة الكويت في تقديم الدعم الفني في مجالات التنمية البشرية وتقديم الدعم الفني والمؤسسي وإقامة الدورات وبرامج التدريب في مجال التنمية البشرية وخاصة للدول الفقيرة. وبعد أن توسعت خدمات المعهد وأنشطته واستفادت منه دول عديدة تحول من مؤسسة كويتية إلى منظمة عربية مستقلة عام 1972 متخصصة في دعم التنمية وتشترك به معظم الدول العربية وتخضع لإشراف مجلس الأمناء المكون من وزراء التخطيط العرب وترأسه الكويت باعتبارها مؤسس المعهد ولريادتها في هذا المجال ليكون المعهد مؤسسة عربية إقليمية لا تهدف إلى الربح بل بغرض دعم المسيرة التنموية في الأقطار العربية من خلال التدريب والبحوث والاستشارات واللقاءات العلمية والنشر. ومن أهم أهدافه توفير الخبرات العلمية والعملية التي تساعد الأقطار العربية على مواكبة آخر التطورات في مجال التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط وتحسين نوعية البحوث والدراسات في مجالات التنمية والإدارة الاقتصادية والتخطيط في الأقطار العربية وإنشاء شبكة من الخبراء وإيجاد فرص للبحث ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.